سعيدة. أعلنت مهرجانات بيروت الأضحى الدولية اليوم عن إطلاق الموسم الأول من فعاليات مهرجان الفنون والثقافة ببيروت من 1 حتى 5 سبتمبر، ورح يضم البرنامج ليلي لكل من الفنانين أسامة الرحباني وهبة طوجي بأول ليلة، النجم نصيف زيتون بالليلة الثانية، هشام حداد بعرض خاص تحت عنوان هشام وبس، الفنان ملحم زين، وبالليلة الأخيرة الموسيقي العالمي ميشيل فاضل برافقه أوركسترا كييف. وطبعا كاميرا الجديد عملت جولة سريعة على الفنانين الموجودين بالمؤتمر، خليكم معنا. أكيد أنا أصلاً سنة 2017 بسهولة فينا نسميها سنة هبة طوجي، يعني نعرف النجاح الساحق بفرنسا بنوتردام دو باري والأصداء الرائعة اللي هي رائعة، يعني كان في إجماع على أداء وعلى دورة وعلى إذا بدك السبكتاكل اللي ما وقف بالسكسي تبعه. ما عم نقدر نكون عندنا وقت نعطي كونسرتس أكثر لهالسبب، وكل مطرح بنروح عليه بنعمل يعني اعمق ما فينا، بندفع كثير على انتاجنا تيبين كل شيء، لانه نحترم الناس اللي بنقدم لهم فننا وبنحب نقدمه مثل ما نحن بنفكر فيه. بس بدي اسالك شيء هيك برات السياق، هيدي المره عم ترتاحي؟ عم تتسلي؟ لا اليوم كمان معيننا بكير، شفت كيف؟ عم برتاح لك صراحه، انه لا عم بتعب اكيد، بس بعتقد انه وقت يكون في هيك قوه ذهنيه بتغطي على التعب الجسدي وبنتخطى كل الصعوبات، لانه بالنهايه فرحه هي انه عم نلمس هالنجاح وهالمهرجانات مع الناس، فهذا كله بيعمل هيك مثل تغطيه لهالتعب. اذا بلخصهم بقول لك عن جد انه من انجح المواسم اللي قطعت علي، والتمست مزبوط قديش الجمهور عم بيحب شو عم نقدم وقديش عم نقدر نوصل عام عن بعد عام عند الناس. اذا ما في شغل منق، واذا في شغل منق عرفت لها كتر خير الله. هسه في كانت حفله بالمهرجانات، انا مشكلتي انه عندي غير شغل كمان مهرجان، مش بس مهرجانات، عندي استوديو وعندي عندي هذا المهرجان الاضحى هو اخر مهرجان ب 5 سبتمبر بالبيال، من بعد هيك عندي 7-8 حفلات برات لبنان هلا لاخر السنه، من هلا لنوفمبر. بالموسيقى بالاستوديو عندي عم نشتغل على البوم سيده ماجد الرومي، وعم نبلش البوم جديد لكاظم الساهر. اني انا اكون قاعد معهم وعم بقدم ليله مثلي يعني كل واحد ليلة، فهيدي نعمة من عند الله، الحمد لله محبة العالم وصلتني لهون. رسامة أنا ما نظرت له ولا مرة بحياتي غير كأستاذ، هيدا الفنان بده واحد أكبر منه بعد يعطي رأي، كابن عائلة يعني عملت موسيقى بلد. أنا بالنسبة لي بس أقول لبنان دغري بننسب الموسيقى للرحابنة وضياء الصافي وزكي نصيف وصباح. ميشيل كمان أستاذي كتير ساعدني بأيام ستار أكاديمي، مثال على الموسيقى الجاد والموسيقى العبقري والمهذب. انا اي مهرجان بيطرح علي صراحه لاكون صريح بقول انه هيدا يعني شرف لا استحقه، فبيجي من كل قلبي وبكل محبه، وان شاء الله يا رب هيك نعمل حفله، يكون نعمل حفله عيد اضحى حلوه ويكون هيك مهرجان حلو. وفي له سبب انساني كمان، قالوا في عندك 10 اولاد بكره بدهم يعلمون مش قادرين على التعليم، حلو نساهم ولو ببسمه او نساهم اي بشيء. رح تكون مع هيفا وهبه؟ نعم. بالموفامبيك. شو بدك تهديها غنيه قبل ما تطلع؟ شو بدي اهديها؟ لهيفا ولي انا كثير قبل ما ابدا بوجه لها تحيه وكثير بحبها لهيفا. مش ما عم تزبط معي، مش عم تزبط مع حدا يا عشان اغيرها لهيفا وهبه. منيحة هيك؟ مع هذا التقرير مشاهدينا تكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها، بنشوفكم بكره، باي باي.